بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى درس التفسير، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذكرنا أن هذه الآية تتكلم عن حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. تكلمنا في اللقاء الأخير أن الجهاد شرعه الله عز وجل على مراحل. كم مرحلة؟ أربع مراحل. المرحلة الأولى أن الله عز وجل أمر المسلمين في مكة بكف الأيدي. في العهد المكي ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن للمسلمين بالقتال. السبب إيه؟ السبب أن المشركين كانوا أقوى منهم، ولو دخلوا في معركة ستكون المعركة خاسرة بالنسبة للمسلمين. فلذلك الله سبحانه وتعالى لم يأذن لهم في قتال، وقال لهم كفوا أيديكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. يعني كفوا أيديكم يعني لا تقاتلوا. المسلمون كانوا يؤذون في مكة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع لهم القتال، لم يأذن لهم في القتال. ليه لم يأذن لهم في القتال؟ علشان المعركة خاسرة، المعركة هتكون محسومة لصالح المشركين. فربنا سبحانه وتعالى أمرهم بكف الأيدي، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المجموعة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وشكوا إليه ما يلاقونه من المشركين من أذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أني لم أمر بقتال، وفقط أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هي نفس المجموعة اللي لما كتب عليها القتال بعد ذلك، كتب يعني فرض، لما فرض عليها القتال في المدينة بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم شعروا بشيء من الخوف. ولذلك تكملة الآية إيه؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. سبحان الله، الإنسان لا يأمن على قلبه. هم اللي كانوا بيطلبوا الجهاد فين؟ في مكة، في مرحلة الاستضعاف ومرحلة الاضطهاد ومرحلة الظلم. لما راحوا المدينة وصاروا أكثر استقلالية وصاروا أكثر حرية، لما كتب عليهم القتال شعروا بشيء من الإيه؟ من كراهية القتال، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فربنا قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالمرحلة الأولى من مراحل تشريع الجهاد أن الله عز وجل لم يأذن للمسلمين في القتال. المرحلة الثانية كانت بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني المسلمين فضلوا كم سنة غير مأذون لهم في القتال؟ 13 سنة. 13 سنة. ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فيهم ضعف، يعلم أن المعركة هذه الآونة ستكون خاسرة، فالله سبحانه وتعالى طيلة هذه السنوات لم يأمرهم بالقتال. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرهم في بداية الأمر. كانت المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد، وهي إيه؟ الإذن في القتال. يعني الإذن يعني لو حابين تقاتلوا قاتلوا، مش حابين خلاص، يعني لا أمركم بالقتال، لا أفرضه عليكم. وهو قول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، في سورة الحج. بعد فترة ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالإيه؟ أمرهم بقتال من قاتلهم. ودي المرحلة رقم 3 من مراحل التشريع. أوجب الله عز وجل عليهم قتال من قاتلهم فقط، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. دي المرحلة رقم كم؟ 3. المرحلة رقم 4 والأخيرة اللي هي الأمر بالقتال عامة، الأمر بقتال كافة المشركين. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واستقر الأمر على كده. فأصبح لدي مراحل الجهاد الأربعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك الآية اللي بعدها قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هنتكلم عن المسألة الأول قبل أن ندخل في هذه الآية. الجهاد له نوعان. الجهاد له كم نوع؟ نوعان. احنا عرفنا مراحل تشريع الجهاد، كم مرحلة؟ أربعة. الجهاد نفسه له كم نوع؟ له نوعين، إما أن يكون جهاد طلب وإما أن يكون جهاد دفع.
إما أن يكون جهاد طلب وإما أن يكون جهاد إيه؟ دفع. إيه هو جهاد الطلب؟ جهاد الطلب إن المسلمين يطلعوا من بيوتهم، يطلعوا من بلادهم، يذهبوا إلى البلاد التي فيها غير المسلمين، يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، وطبعا لا تخلو هذه البلاد من مقاتلين. فعندما يخرجوا لقتال الأعداء ده اسمه جهاد الإيه؟ جهاد الطلب، إن المسلمين يخرجوا يطلبوا الأعداء في دارهم. جهاد الدفع، جهاد الدفع إن المسلمين قد يغزوهم الأعداء في ديارهم، في ديار المسلمين، ده اسمه جهاد الإيه؟ جهاد الدفع. جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم غزا الأعداء بلده، فرض عين على كل مسلم غزا الأعداء بلده. يعني إيه؟ يعني مثلا لو إحنا في بلد مسلمة والحمد لله، وربنا قدر أن يغزونا الأعداء في دارنا، وربنا قدر إن الأعداء جاءوا لمحاربتنا في بلادنا، وجب على كل أهل هذه البلدة، كل واحد على قدر استطاعته، أن يدفع العدو. استوى في ذلك الرجل والمرأة والشيخ والمرأة العجوز، كل واحد يدفع بما يستطيع. يعني إيه يدفع بما يستطيع؟ اللي تعرف تعمله بحيث أن الأعداء يندفعوا عن بلاد المسلمين وجب عليك أن تفعله، ولو ما عملتوش هتكون آثم. أصبح هنا حكم جهاد الدفع إيه؟ فرض إيه؟ فرض عين. يعني إيه؟ يعني لو أنت ما عملتوش وأنت قادر على فعل أي شيء فتكون إيه؟ تكون آثم. ده جهاد الدفع. طب جهاد الطلب، جهاد الطلب فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. المهم إن الأمة لا تخلو من جهاد الإيه؟ لا تخلو من جهاد الطلب، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وجهاد الطلب ينظر فيه إلى القوة والإيه؟ والضعف كذلك، ينظر فيه إلى القوة والإيه؟ والضعف. أو لو أن الإمام استنفر المسلمين للقتال، لو الإمام استنفر المسلمين للقتال فواجب عليهم أن يتبعوه، كل المسلمين ولا بعض المسلمين؟ اللي يستنفره يطلع معاه. طيب لو طلع معاه المجموعة التي استنفرها الإمام سقط الجهاد عن الإيه؟ عن الآخرين. أصبح جهاد الطلب فرض إيه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. كده احنا عرفنا نوعي الإيه؟ نوعي الجهاد إيه وإيه؟ جهاد دفع وجهاد طلب. حكم كل واحد منهم إيه؟ جهاد الدفع حكمه فرض إيه؟ فرض عين. جهاد الطلب فرض كفاية، فرض كفاية. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية التي معنا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. إيه سبب نزول الآية ديت؟ سبب نزول الآية ديت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، الكلام ده كان في سنة 2 من الهجرة قبل غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا في درس السيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة لما هاجر إلى المدينة بدأ يرسل سرايا، يعمل أعمال عسكرية علشان ينقل صورة للمشركين إن المسلمين مش على نفس الحال اللي كانوا عليها في مكة، لا في قوة وفي جنود وفي حرب وممكن يدخلوا في حرب. في سنة 2 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة سيدنا عبد الله ابن جحش رضي الله عنه. هذه السرية الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها في شهر رجب، أرسلها في شهر إيه؟ في شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم، هم الأشهر الحرم كم شهر؟ 4. النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 متواليات ورجب، 3 متواليات اللي هو شهر ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر إيه؟ وشهر رجب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أصحابه ليرصدوا عيرا لقريش في شهر رجب. القتال في الأشهر الحرم كان محرم، القتال في الأشهر الحرم كان محرم. وهل بقي محرم ولا نسخ هذا الحكم محل خلاف بين أهل العلم؟ يعني القتال في الأشهر الحرم اللي هم الأربعة دول، هل يحل فيهم القتال ولا لا يحل؟ المسألة دي محل خلاف بين أهل العلم. في فريق من أهل العلم يرى أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ، يعني إيه؟ ما عادش حرام، عاوزين تقاتلوا في الأشهر الحرم قاتلوا ما فيش مشاكل. ولكن اختلفوا في الآية التي نسخت هذا الحكم على خلاف بين أهل العلم. وفي فريق آخر بيرى أن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ، القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ، ولكن في تعديل بسيط. إيه هو؟
ان انت لو المشركين جاءوا الى بلاد المسلمين حتى لو في الاشهر الحرم فانهم ايه؟ يقاتلون. لكن المحرم ان انت تطلع تقاتل جهاد الطلب في الاشهر الايه؟ في الاشهر الحرم. باصبح لو سالنا سؤال ما حكم القتال في الاشهر الحرم؟ هنقول ان المساله محل ايه؟ محل خلاف، هل نسخ الحكم ولا لم ينسخ؟ جمهور العلماء على ان الحكم منسوخ، فينفع تبتدي المشركين بالقتال في الاشهر الحرم وفي غير الاشهر الايه؟ الحرم. ومن باب اولى طبعا لو نزلوا بلادك ان انت تقاتلهم. ده قول جمهور العلماء، اكثر العلماء ان الجهاد في الاشهر الحرم او حرمه الجهاد في الاشهر الحرم منسوخ. فريق من اهل العلم يرى ان القتال في الاشهر الحرم غير منسوخ، ولكن يستثنى منه جهاد الايه؟ الدفع. يستثنى منه جهاد الايه؟ الدفع. يعني لو في الاشهر الحرم وجاء المشركون الى بلاد المسلمين ليقاتلوهم فانهم يقاتلون الاعداء حتى ولو كانوا فين؟ في الاشهر الحرم. لكن ان هم يطلعوا يقاتلوا المشركين اللي هو جهاد الايه؟ الطلب في الاشهر الحرم، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج ليقاتل في الاشهر الحرم. دي كانت عاده النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج في طلب المشركين فين؟ في الاشهر الحرم. ولكن كون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج لكنه لم ينهى صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ايه؟ لم ينهى عن القتال في الاشهر الحرم بعد ذلك. وطبعا في ايات من القران تدل على ان الحكم قد يكون منسوخ، مساله محل خلاف بين اهل العلم، ولكن استقر الخلاف على الايه؟ على التفصيل ده. ان فريق يرى ان القتال في الاشهر الحرم منسوخ، وفريق لا يرى انه منسوخ، ولكن يرى ان جهاد الدفع مستوجب فين؟ حتى ولو كان في الاشهر الحرم. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ذكرنا ان سبب الايات دي ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في سنه 2 من الهجره ارسل سيدنا عبد الله بن جحش، ارسل سيدنا عبد الله بن جحش ومعه مجموعه من الصحابه رضي الله عنهم ومعه كتاب، وقال له لا تفتح الكتاب حتى تسير مسافه كذا وكذا. فسيدنا عبد الله بن جحش اخذ رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين مشى بيها الفتره اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها له، وبعد فتره فتح الايه؟ فتح الرساله دي، فوجد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينطلق الى مكان كذا، فان عيرا لقريش ستمر من هذا المكان فاتنا بخبرها. خد بالك من الكلام، فاتنا بايه؟ بخبرها. هو عاوز بس النبي صلى الله عليه وسلم يشوف مين اللي فيها، ايه مكوناتها هكذا يعني. سيدنا عبد الله بن جحش خرج معه الصحابه، وبعدين لما وصلوا المكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، مرت العير للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظرها. العير ديت كان فيها عمرو بن الحضرمي، وكان فيها عثمان ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة، وكان فيها الحكم ابن كيسان. فالصحابة رضي الله عنهم لما شافوا العير، كان الكلام ده في آخر يوم في شهر رجب، في آخر يوم في شهر رجب، فلما شافوا العير والمشركين افتكروا الايه اللي كان بيحصل معهم في مكة والإيذاء الذي كان يصلون من المشركين، فتشاوروا فيما بينهم إيه رأيكم العير ديت ممكن إحنا نخلصوا عليها، يعني إيه غنيمة سهلة، إيه رأيكم لو إيه لو قاتلنا هذه العير وأخذنا من فيها؟ فاختلف الصحابة فقالوا نحن في إيه؟ في آخر رجب، وده شهر من الأشهر الإيه؟ من الأشهر الحرم، ولو قاتلناهم فيه لانتهكنا حرمة الشهر، ولو تركناهم، كان آخر يوم في شهر رجب، ولو تركناهم حتى يأتي الليل دخلوا الحرم. العير دي كانت عائدة من الإيه؟ كانت عائدة من الطائف ريحة مكة. ولو تركناهم إلى الليل دخلوا الحرم فصاروا في أمان. فاختلف الصحابة فيما بينهم، المهم في الآخر خلاص اللي حصل إن هم قاتلوه. وقتلوا عمرو بن الحضرمي. وفر نوفل ابن عبد الله بن المغيرة. وأسروا عثمان ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان، وأخذوا العير، أخذوا الجمال بتاعت القافلة ورجعوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نوفل لما رجع إلى مكة طبعا هو أخبرهم إن مين قتل؟ عمرو بن الحضرمي. وعمرو بن الحضرمي ده قتل إمتى؟ في آخر يوم في شهر رجب، وده من الأشهر الحرم، وكان محرم فيها القتال. فلما المشركون عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل في الاشهر الحرم، استغلوها ايه؟ فرصه، علشان يقولوا ادي محمد الذي يزعم انه على مله ابراهيم ويزعم انه يعظم الاشهر الحرم، يستبيح القتل في الاشهر الحرم.
خدوها ايه؟ ثغرة علشان يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في الدين. والصحابة عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم الأسيرين ومعهم العير التي أخذوها. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم آمركم بقتال في الأشهر الحرم. هو النبي أمرهم بقتال؟ لم يأمرهم بقتال. وبعدين الصحابة لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم زعل، هم كمان إيه؟ زعلوا. والصحابة التانيين بدأوا يلوموا سيدنا عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة: إزاي تقتلوا في الأشهر الحرم؟ فحزنوا حزن شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في الأسيرين وفي العير، مش عارف يحكم فيهم بإيه، ليه لسه ما عندوش حكم فيهم. في هذه الأثناء المشركون طبعا مش هيفوتوا الفرصة، راحوا ينددون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام والمسلمين: آدي الإسلام والمسلمون الذين يعظمون الأشهر الحرم ويزعمون ذلك، يستبيحون القتلى في الأشهر الحرم. وبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انتوا ازاي تقتلوا في الأشهر الحرم؟ لو رمتني بدائها وإيه وانسلت، يعني زي ما يكون واحد ظالم ظلم رهيب. وقل يا أخي شوف يا أخي الناس اللي بتظلم الناس، يا سلام، يعني انت ايه مش شايف نفسك مثلا؟ هو نفس المسألة كده. فالمشركون طلعوا عين المسلمين في مكة، ومع ذلك يقولون ايه؟ محمد يستبيح لإيه الأشهر الحرم ده، على أساس ان انت كنت بتعمله في مكة مثلا. ده 13 سنة من التعذيب والتشريد وكل أنواع الأذى رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم حزن. ليه؟ إن هم عاملين يقولوا محمد الذي يعظم الأشهر الحرم. فظل الأمر على هذا حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية. هم راحوا له في مكة يقولون له إيه؟ ما حكم القتال في الأشهر الحرم؟ لأنهم عارفين أنه إيه؟ حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه ما يجيب به القوم. فقال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما حكم القتال في الأشهر الحرم في الشهر الحرام؟ طبعا الشهر الحرام اسم جنس عن الإيه؟ للأشهر الحرم جميعا. يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر. القتال في الأشهر الحرم كبيرة من الكبائر، مش هنغيروا الحكم علشان خاطر هم أعداءنا، لا، القتال في الأشهر الحرم من كبار الذنوب. ولكن بالراحة، واحدة، تعال هنا، أنت بتقول أو بتسأل عن حرمة القتال في الأشهر الحرم وكأنك ما رأيت ما فعلت. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: قل قتال فيه كبير. لكن استنوا، هنا الوقف هنا حسن، ليه؟ عشان بيبرز المعنى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنت لو بتسأل عن حكم القتال في الأشهر الحرم، هو كبيرة من الكبائر، أيوة صح، هو كبير، ولكن في شيء أكبر منه. إيه هو الشيء الأكبر منه؟ الصد عن سبيل الله والكفر به سبحانه وتعالى وإخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام. هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا راغبين في الخروج ولا خرجوا مكرهين؟ خرجوا مكرهين بسبب الأذى الذي ينالهم من المشركين، يعني مش طالعين بمزاجهم، ده طالعين بعد 13 سنة من العذاب والتنكيل بهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم: إن كان القتال في الأشهر الحرم كبير وكبيرة من الكبائر، فالصد عن سبيل الله والكفر به وإخراج أهل الله من المسجد الحرام أكبر من هذا الإيه؟ من هذا الذنب اللي هو القتال في الأشهر الحرم. وقال سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل. في الآية دي الفتنة إيه؟ أكبر من القتل. الفتنة معناها إيه؟ الفتنة مش اللي احنا مسموها واحد روح يفتن الواحد فينقل الأخبار، لا مش كده. الفتنة اللي هو الإيه؟ الشرك. يعني ان انت تفتن المسلم عن دينه، يعني تفضل تعذبه لغايه لما يترك الاسلام، كده انت فتنته عن دينه، اكبر من الايه؟ اكبر من القتل. يعني بمعنى واضح، يعني انت لو هتقتل واحد ويموت او ان انت تخليه يكفر بالله سبحانه وتعالى، ايهما اكبر عند الله؟ ان انت تخليه يكفر، لان هو لو قتل هو ده ذنب انت عملته وكبيره من الكبائر، لكن هو مات ايه؟ مات مسلم وانت ستعاقب على هذا الجرم. لكن ان هو يكفر بالله سبحانه وتعالى، فان مات كافرا خسر الدنيا والايه؟ خسر الدنيا والاخره. فان انت تحمل الرجل على الكفر ده اشد عند الله سبحانه وتعالى من ان انت تقتله.
وده معنى الفتنة إيه؟ أكبر من القتل. في الآية الثانية والفتنة أشد من القتل، نفس المعنى، الفتنة أكبر من القتل. إن أنت تخلي واحد يكفر بالله سبحانه وتعالى ده أشد عند الله من إن أنت تقتله، وكلاهما محرم، بس أحدهما أعظم حرمة من الآخر اللي هو الإيه؟ اللي هو الكفر. فربنا سبحانه وتعالى قال والفتنة أكبر من القتل. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ليرد بها النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين. القتال في الأشهر الحرم كبير، لكن اللي أنتم بتعملوه أكبر، الكفر بالله وصد الناس عن سبيل الله ده أكبر عند الله سبحانه وتعالى، والفتنة أكبر من القتل. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم يعني هدأ، كان زعلان النبي صلى الله عليه وسلم، زعلان من الإيه؟ من اللي حصل. فعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودى عمرو بن الحضرمي، ودى يعني إيه؟ دفع الإيه؟ دفع الدية بتاعته، لأنه قتل في الأشهر الإيه؟ في الأشهر الحرم. ودى عمرو بن الحضرمي وأخذ العير وفدى الأسيرين، وأخذ العير وفدى الإيه؟ الأسيرين. فقال الله سبحانه وتعالى بعدها ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي قاعدة عامة، هيفضل العداء ده، وهم لهم غاية واحدة بس، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الفكرة إيه من قتلكم؟ إن أن تعودوا إيه؟ أن تعودوا كفارا كما كنتم. فربنا سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لأن ده إيه؟ كفر بعد إسلام، إن الإنسان يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فين؟ في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وده ختم الآيات بإيه؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الصحابة لما زعلوا اللي هو سيدنا عبد الله بن جحش ومعه من الصحابة، قال رسول الله كنا نرجو أن نكون لنا أجر غزوة، يعني إحنا إيه كنا طالعين ونفسنا ناخدوا أجر القتال، عودنا بإيه؟ عودنا بمشكلة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أن الله عز وجل كتب لهم الأجر والله غفور رحيم. ختمت الآية بهذا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. والصحابة ليه هاجروا وليه آمنوا وليه خرجوا للقتال؟ يرجون رحمة الله، ولكن هم غلطوا، فالغلطة ربنا مش هيضيع لهم بها إيه؟ كل اللي فات دول. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يعني غفور لما إيه؟ لما ارتكبتموه من خطأ، هو اللي انتوا عملتوه خطأ، لكن الله عز وجل إيه؟ غفور رحيم، يغفر لكم الخطأ ويثبت لكم الأجر، أجر الإيمان وأجر الهجرة وأجر الإيه؟ وأجر الجهاد. وده من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه، إن ربنا سبحانه وتعالى مش بغلطة يمسح تاريخ الإنسان زي إحنا ما بنعمله. إحنا عندنا البشر ماشي معاك زي الفل، وساعة لما يغلط أسود واحد في العالم، دي غلطة واحدة يا بني آدم اللي غلطت معاك هو أسوأ واحد في العالم. سبحان الله، ربنا مش كده، ربنا لا يعاملنا كما نعامل بعضنا بعضا. الله سبحانه وتعالى يدخر لك الحسنات. ولذلك سيدنا يونس وأختم بها، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال إيه في الآية الأخرى؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين، كان له رصيد من الأعمال الصالحة قبل ذلك، فلما يقع في مأزق الله عز وجل يشمله بعفوه، الله عز وجل يذكر له الخير، الله عز وجل يذكر له الخير الذي كان يفعله. مش ديت بتشيل كل ديت، احنا إن السيئات يذهبن الحسنات، احنا بشر كده بنتعامل كده، إن السيئات يذهبن الايه؟ الحسنات. طب ربنا سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى وأحسن المحسنين. فالحمد لله أن ربنا الله، والله ربنا سبحانه وتعالى يعني رحيم جدا، وسنعلم هذه الرحمة عندما نلقاه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله والله غفور رحيم، لا يعاجل لعبده العقوبة بل يغفر ويرحم ويحلم ويستر ويعفو ويمن سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن يرحمنا وإياكم. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.